اسمك ايه؟ محمد. محمد ايه؟ ابراهيم. انت من الدكتور ابراهيم الياسي؟ اه. ايه سياسي من صغرك ولا ايه؟ اه لا يا دكتور انت بتقرا ده بيقول لك يعني يقول لك يعني اتكلم. ايه رايك في الثوره؟ ايه رايك؟ اتكلم. ايه؟ ايه رايك في الثوره؟ اتكلم. يعني ايه رايك في الثوره؟ الثوره كويسه يعني. يعني مبسوط بالثورة عملت حاجة جديدة؟ قول يا عم اتكلم. اتكلم عشان الناس. الثورة طبعا عشان بقى في أمان أكتر، مبقاش في ظلم، مبقاش في نظام فاسد، مبقاش في يعني حاجات زي أيام زمان كنا بنتذل في الاسم كده. بس لسه في حاجات لازم تتغير. تمام. طب انت ناوي تطلع محامي زي بابا ولا ناوي تطلع ايه؟ عالم. عالم؟ اه. ما شاء الله عالم زي بابا بقى. عالم احياء. عالم احياء. ايه يا عالم احياء؟ دكتور. يعني مش ناوي يخش في السلك ده؟ لا 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 ربنا يرجيه. لان ما مشكله السياسه في الدول المتخلفه. اه دكتور. بتبقى مشكله السياسه في الدول المتخلفه. اه. كانك يعني مركب يسير على احجار. آه. في مشقة كبيرة، لكن احنا عايزين من يخدم البلد ومن يخدم الدين يكون عنده علم. ولا لن ترتفع راية الدولة ولا لن ترتفع راية الإسلام إلا بالعلم. بالعلم بالعلم والمال. قول أنت الشعر. قول يا عم. بالعلم والمال لن يبني على جهل وإقلال. ان شاء الله. ما شاء بالعلم الله. والمال يبني الناس ملكهم لن يبنى ملك على جهل واخلاق. يعني السياسه تروج وتكون بضاعه عظيمه في مجتمع علمي زي امريكا والمجتمعات المتقدمه وفرنسا دي. لكن المجتمعات اللي زينا دي كانك بتحارب وبتمشي ضد التيار. حتى بعد الثوره ديك شايف الامرين الشعب لم يذق حلاوه الثوره حتى الان. فندعو الله عز وجل ان ربنا يكرمنا وان يرفع رايه مصر خفاقه ان شاء الله. ربنا يوفقك يا دكتور. شكرا. شكرا يا استاذ يحيى. عظيم. محمد الدكتور محمد ابراهيم الياس. الانسه ايه؟ نوران. نوران. والانسه؟ قول اسمك. قولي اسمك. روح. روح. ما شاء الله. العائله. البنوني. مدام. تعالي. خش. ما شاء الله دكتور انت جايب العائله كلها. اه ده هم اللي بيجوا. ده هم اللي جابوني. اه ما شاء الله. هم اصلا مراتي ثورجيه. ربنا يخلي يا دكتور ونبتدي سبقتنا في الثورة حقيقة يعني. كان على تويتر وعلى اليوتيوب والحاجات دي. صور. اه يعني الأجيال الحديثة أنا بيني وبين مراتي مثلا 100 سنة. الأجيال الحديثة هي اللي سبقتنا. فرصة سعيدة يا دكتور. شكراً.